يكون الاول الذي يسدد ويسجل. اكسل سجلت في البدايه من ضربه جزاء 11 متر، كانت اربع محاولات وخاصه من الضربات الثابته، وفي نهايه الامر في الضربه الثابته الاخيره رفعت حلبي من اليمين بشماله يعلن السرطبي ما زالت معه في تقطيع له. بيجي يساعده رونين فلاح، يحاول وبلف حول نفسه، لازم يرفع وبيرفع كره عرضيه، هوب قبل رونين. خايف على بدايه الشوط، 1-1 هنا في اكسال من هدفين سجلا في الشوط الاول، محمود جبر اول وعدل النتيجه رفعت. والان نحن في الشوط الثاني، في بدايه الشوط الثاني نستعمل في نفس التركيب. لم يتبع قليلا من نمر قاسم، تخرج مره ثانيه من لاعب اكسال التماس من نفس المكان. و11 لاعب بدا في المباراه، 11 لاعب بدأ على ارض الملعب دون اي تبديل. بنشوف انه فعال في اليمين احسان، يحاول يبحث عن لاعب رضوان رايح بالطابه الى رحيم، لا تخذ من خلف صندوق الجزاء، من خلف المرمى، من فوق المرمى، من فوق المرمى. ارتقام بين حارس المرمى واحسان، ثلاثة على الارض، اصابه، كان بامكان الحاكم انه يقرر انه في هناك فاول لصالح احسان. يسامح حسام يراكض، يستلم وفايت لصندوق القريب من صندوق الجزاء، يلف حول نفسه، يبحث عن لاعب، طبيب بعد معه، يحاول يعطي للخلف لكن يتوانى، لا يقرر بسرعه، والطابه تنتقل الى حجم مرتد لصالح احسان، ملعوب الى الجهه الثانيه. محمود جبر، محمود جبر، كره في الوسط، هتخذ. صندوق الجزاء مع رقم 9 معه صالح، بدون فاول يا صالح، لمس صالح الثاني. صدر اللائحة 59 نقطة والنائب 45 نقطة. كرة لمراد في وسط ملعب اكسال، راكض فيش حدا معه، قريب الآن عناد، ياخذ مراد قريب من صندوق الجزاء، تيجي على رجله المش قوية على اليمين، والآن فقدان كرة بغطي محله رفعات، يطلع الطابة نظيف، كل الاحترام. طب الان مع اكسال، حاول كره بياخذها رونين فلاح بسهوله، بحولها على نصر الدين، يلا هجمه مرتده على نصر الدين، يبحث عن احسان، يبحث عن يسار، طب معه يفوت رحيم بياخذ قريب من صندوق الجزاء، مين بده يستلم؟ احسان في اليمين واسلام في وسط الملعب، يلا يلا كره جيده، كره لليمين، احسان يروحوا بيتمركزوا في خط الوسط، بيتمركزوا في صندوق الجزاء، احسان في صندوق الجزاء بيسدد في القائم، في القائم، تسديده ممتازه من احسان. 16 ونص جوا، وفي تغطية تامة ورا، اثنين اربع خمس لاعبين دائما ورا الدفاع بمساعدة كبير. فايت رونين، فايت رونين بتخطى وفايت واكثر واكثر، فوت لصندوق الجزاء وتنتهي الهجمة. لاعب هجوم بدل لاعب خط وسط، رحيم ادى اداء مش مقبول في دقائق كثيرة، والان يعطى الفرصة لإثبات نفسه اللاعب أدهم ماير، ورفعات سيعود إلى خط الوسط المتأخر بعد أن لعب في اليسار كثيرا، أدهم ماير سيكون في اليسار جوا. واو، خطرة جدا بدأت أن تفاجئ توم، والآن في مخالفة وكرت أصفر لرمي سمي، دربكة هنا بلاقي مين؟ بلاقي عناد نصر الدين، في معه لاعبين، يستلم يعطي الأحسان في اليمين، كرة لعناد نصر الدين بيسدد طبعا مع وسام، بيعطيه العرضيه الان في ايدين الحارس وتشتيت كره، وسام كان بامكانه يقطع كره راسا لجوا، طبعا بتروح لاحسان فعال جدا يمين ويسار، وصار لصالح الثاني، لا بيعطيها لصالح احسان. وسام عسمي 3-1
في وسط الملعب. علان احسان رفعت نمر والطابه في نهايه الابرلوي سبع سمي جات الطابه تمشي قدامه وبسدد قذيفه تستقر 3-1 في شباك. تبحث عن لاعب مع روح قتاليه، مع لاعب محب للفريق، مع لاعب محب للعب، انه رفعت. عندما تبحث عن التكتيك تبحث عن احسان وعن تبحث عن التهديف تجد وسام عسمي وادهم ماير طبعا على المفروض رفعت في هدف رائع في الشوط الاول اعاد الثاني الى صوره المباراه. عندما تبحث عن مقاتل، عندما تبحث عن محارب، عندما تبحث عن لاعب لا يعرف غير الكرة، النمر في وسط الملعب. كرة في فاول لصالح الدالي وربما سيكون كارت اصفر ثاني اذا هذا اللاعب كان عنده كارت اصفر. يتلقى الاحمر. هذا ماير. رفعت الضربة الحرة برأس لمراد لنبل أرضية خطرة هنا في وسط ملعب لرونين فلاح بلم الكرة يعطي استمرارية للمباراة. إصابة من لاعب إكسال بعد انفطام رونين نمر مصاب بعض الشيء قبل لصالح مين؟ صالح الدفاع الجلاوي الان مع رفعت. غير اتجاه لفتري سوسيات باتو رجع كرة للخلف يحرر المباراة من الضغط كرة لرونين بحولها ل فابريسيو ودقيقتين وقت بدل الضائع كرة ممتازة من فتري سوسيات ناحية ادهم ماير مين هنا؟ وسام عيسمي وقف الطابة لباتريسو سياد حوالي 30 متر من المرمى اكسال حاول بتخطى اول واحد وبيسدد للمرمى باتريسو سياد طابة معه حسام معه انا معه في جهة اليمنى نمر مستلم نمر فايت صندوق الجزاء نمر فايت سجل قبل اسبوعين هدف في راسه الان بيسدد كرة ضعيفة العائد الى الترتيب الاول نفسه في الحراسه خاصه وربما بحاجه الى لياقه بدنيه زائده اكثر لكن انه يحسن الحراسه واللعب الهجومي انه صالح حبل الله. قبل وين؟ لعنان هتدخل لعب بسيط لعب من رجل لرجل رفعات لا تقدر تلعب اللعب الذي يلائم ويليق بالدرجه الاولى قبل لا رفعات باليمين رفعات باليسار رفعات في الميمنه رفعات في الميسر لازم يحط الرابع وبيقطعه لازم يحط الرابع بيعطي لوسام لازم يحط الرابع وبيحطش الرابع ليش التواني والان كرة لمين بنشوف انه دفاع اكسال وقف لينتظر الهدف الرابع لكن يأبى الهجوم الجلاوي انهاء المباراة الان وسام عيسمي اعلن التفوق الدلالة والفوز بات محققا والان يخرج وربما افضل لاعب على ارض الملعب على نصر الدين يدخل بدله اللاعب باتريسيو سياك الذي يتلقى الان شرف الكابتن احتراما لهذا اللاعب المخضرم الذي وحارس المرمى بيشتت كره طويله ونهايه المباراه دالة الكرمل تحقق فوز في مباراه الموسم وتعلن كل شيء انتهى والكرمل الاشم ودالة الكرمل في قمتين القمة الأولى في الدالية والكرمل والقمة الثانية يتربع الفريق الدلاوي على عرش الدوري بدون منازع اسمعوا أصوات المشجعين شكرا لهؤلاء اللاعبين مشكورين على المجهود الكبير الذي بذلوه شكرا لحناجركم شكرا لقلوبكم شكرا لتشجيعكم شكرا لسواعدكم شكرا لارجلكم شكرا لقلوبكم وعقولكم التي انصبت هنا في اكزال لتعلن تفوق الداليه في مباراه الموسم والعوده الى الكرمل مرفوعي الراس للصبغ الكرمل الاحمر
باللون الاحمر الرفاعي، باللون الاحمر الحري، باللون الاحمر وسيدي ابو ابراهيم باللون الاحمر الذي معنا ويستمر معنا ويجعل من مبارياتنا ووجودنا في كل مكان في طمأنينة. انظروا الى هذا المنظر الرائع، دلة الكرمل نحو الدرجة الاولى المشرفة، وهذا الجمهور الكبير، وهذا الجمهور الكبير في البيت وعلى المدرجات، وهؤلاء اللاعبين والمدربين والإدارة يجب ان تبدأ بالتحضير للدرجة الاولى في اقرب وقت. التحضير يعني ميزانيات، التحضير يعني ملاعب.